يارا انا جايه لك لاني اتاكدت ان عمر ما كان في حاجه بينك وبين خالد. ما ده الطبيعي يا ودي. ولا خالد عمره حبك ولا حتى حبيني انا كمان. لا مش فاهمه. خالد لعب بينا احنا الاثنين يا يارا، فاهمه؟ يعني ايه لعب بينا؟ انا هسمعك دلوقتي مكالمه تليفون هتفهمك كل حاجه. ايه يا بني ادم اللي انت حببته ده؟ انت كنت هتموتني يا حمار. ما انت يا باشا اللي قلت لي اضرب جامد، ما انت عارف ان ايدك غشيمه عشان الحوار يتصدق وما تشكش فيه. انا قلت لك اضرب، انا قلت لك عنفني، يعني زعقلي، زقني، مش تفتح لي دماغي يا حمار. ايه فتحه الدماغ دي يا باشا هي اللي هتخلي عرفتك تهب وتغطس وترجع لنا بالمطلوب. ماشي يا شوقي. ده صوت شوقي. صوت شوقي. يعني انت جايه هنا دلوقتي عشان تقنعيني ان خالد ابن خالتي انا؟ متفق عليا مع شوقي؟ عندك حق. انا اتصدمت زيك بالظبط كده لما سمعت الكلام ده. انا نفسي ما كنتش مصدقه. انا كنت متجوزه ايه؟ نصاب حرامي؟ رئيس عصابه؟ لا انت فاهمه غلط، انا مش مصدومه خالص. انا اساسا مش مصدقه. اكيد في حاجه غلط، استحاله. مفيش اي حاجه غلط. الحاجه الوحيده الغلط ان احنا صدقنا واد واطي وحرامي زي ده. لا ما تقوليش كده على خالد، اكيد في حاجه احنا مش فاهمينها. على فكره خالد ده قبل ما يبقى ابن خالتي ده انتيمي، انتيمي، احنا متربيين مع بعض، ده صاحبي، هيعمل فيها كده ليه؟ وعلى فكره طول عمره بيقول ان هو بيحبك، حرام عليك يا هدى. على فكره الزفته اللي اسمها اميره فبركت برضه مكالمه مع دكتور كده مجهول، اكيد المكالمه دي متفبركه، ما ينفعش تصدقي الكلام ده. لا مش متفبركه ومش مزيفه، فوقي بقى. المكالمه دي حقيقيه، ولولا ان بنتي مسكت التليفون ده بالصدفه وجابتهولي انا ما كنتش سمعت المكالمات دي. فهمتي؟ اهدى بس اهدى. انت يا بنتي. نعم يا مامي. تعالي هنا. هو انا مش منبهه عليكي 100 مره قبل كده بطلي حطي كتبك هنا؟ اطلعي فوق ذاكري فوق على مكتبك في الاوضه. اوكي ماشي، بس انا عايزه الموبايل ده. ايه ده؟ ايه الموبايل ده؟ ده لقيته في البوكس اللي هناك. بس ده موبايل عرق قوي، وانت معاكي موبايل احسن من ده بكتير. اصل الموبايل ده بيسجل كل مكالمات وفيه جيمز. ماشي هبقى اجيب لك موبايل جديد. يلا خدي حاجتك دي واطلعي على فوق. اوكي ماشي. لمي يا اختي المانيكير والاسيتون، رايقه قوي، فايقه للمانيكير. اقعدي ذاكري لك كلمتين ينفعوكي. ماشي يا ماما. يلا. افتح لي يا ابني مخك وركز مع امي، لا تودينا في داهيه. يا باشا عيب عليك، ده انا مهاريك بتسع ارانب ما تحلمش بيهم. ما انت روح امك واخد لك ارنب، لو قعدت تشقى عمرك كله ما كنت هتجيب ربعه، كنت هتعيش وتموت شحات ومراتك خدامه في البيوت. طب وهي مرات عاريه اللي خاطرت بروحها وكانت ممكن تروح فيها، ملاش يعني نصيب؟ الله الله الله، جرايه شوقي، ما تفوق لي يا حبيبي وانت بتكلمني. انت واخد حقك وحق عليا، وما تنساش انك مضيلي على ورق يوديك في 60 دهب. حط لسانك بقى في بقك وخليني اكلك لقمه عيش حلوه.